ربع نهائي كاس بفوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين نظيفين في ختام مباريات المجموعة الرابعة. أفضلية أسود الرافدين بدت واضحة منذ البداية، لكن دفاع الفدائي وقفت بالمرصاد. وليد سالم يسدد، لكن الحارس توفيق أبو حماد تصدى ببراعة. أما كرة درغام إسماعيل فلم تعرف طريقها نحو الشباك أسطنية. شنيشل يراقب وينتظر ظهور الخبير يونس محمود، فرد الأخير بحية لم تصب المرمى. المحاولات الهجومية للمنتخب العراقي استمرت، عبوه صالوا وجالوا، لكنهم خرجوا من الشوط الأول بسلة فارغة من الأهداف لها تحمل أمل التأهل. الشوط الثاني انطلق من حيث انتهى الأول، والمساعي لهز الشباك تواصلت. يونس محمود يراوغ ويضيع ويتحصل على الركنية، فلم يأخذ التكفير عن الخطأ سوى ثوانا، وهذه المرة رأسيته أعلنت تقدم أسود الرافدين في الدقيقة 48. الفدائي حاول صد هجمات العراق، لكن خطأ أحمد مهاجنة على ميرام كاد يكلف المنتخب الفلسطيني غاليا. إضاعة يونس محمود لركلة الجزاء عند الدقيقة 60 لتستمر المباراة من طرف واحد، طرف لم تتكلل مجهوداته إلا بهدف وحيد طمئن شنيشل، حتى أضاف أحمد ياسين الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين. فوز بثنائية قابلته خسارة الأردن بمثلها، وفرحة التأهل للعراقيين وشرف المشاركة الأولى في النهائيات للفلسطينيين، أملا في المزيد والأفضل في قادم الدورات. هذا وقال راديش نيش المدرب العراق إن الأهم هو التأهل لربع النهائي، فيما اعتبر نظيره الصيني أحمد الحسن أن منتخبه قدم وجها أفضل في مواجهة أسود الرافدين. طبعا مبروك الفريق النهارده كفريق فلسطيني. اعتقد المباراه صعبه، لان يجب ان تحسم امور يعني تفوز. فريقنا نعتقد على مدار الشوطين قدم مباراه جيده ومستوى جيد. كان الضغط النفسي او العصبي بالنسبه للاعبين النهائي كانت غير جيده، يمكن لهم مسجلين هدف في الشوط الاول من البدايه ممكن تكون وضعيه. انا اعتقد فريقنا اداء يتطور من مباراه لمباراه. الفريق فلسطين ليس بالفريق السهل، فريق صعب. انا اعتقد حتى اللي خساره 3-4 و5 ما كان صيد سهل. بصوره عامه انا اعتقد فريق اهل. اذا المباريات اللي راح تجينا اللي مع الفريق الايراني استراتيجيه تختلف، وضعيته تختلف، امور لعبه تختلف. كان السيفتشين قدمه قليله بحق العراقي، الحمد لله. مبروك الشعب العراقي، مبروك صراحه الغفلين، مبروك كل المعين العراقي. هاي صراحه فتشين قدمه قليله بحقهم. اتمنى ان بكره تنتوى هاي الصفحه، لان القادم هو اصعب واصعب، وان شاء الله التركيز بالقادم، وان شاء الله نقدم فتشي يليق بسمع العراقيين ان شاء الله. ايضا احنا ادينا المباراه نوعا ما افضل مباراتين السابقتين، استطاع الفريق الفلسطيني ان يكون يقدم مستوى جيد، ولكن هذه كره القدم يعني بشكل عام احنا استفدنا كثيرا من هذه البطوله. اذا لاحظنا المنتخب المباراه الاولى والثانيه لم يكن يعني بسبب رهبه البطوله وعدم خبره اللاعبين بشكل كافي. الحمد لله اليوم نوعا ما استطاع الفريق الفلسطيني ان يقدم شيء ما في داخله. الحمد لله رب العالمين. يعني مشاركتنا في هذه البطوله بحد ذاتها يعني انجاز للكره الفلسطينيه وللشعب الفلسطيني. الحمد لله اليوم ادينا مباراه كثير كويسه، يعني بتوقع انها كانت يعني من افضل المباريات بهذه البطوله. كان في اخطاء يعني فرديه اليوم يعني كلف نتيجه المباراه. الحمد لله رب العالمين. من هاي اللحظه يعني احنا يعني للمره المليون لكل جماهير الشعب الفلسطيني، لكل الجماهير اللي ازرتنا باستراليا، ان شاء الله القادم افضل. ولحساب المجموعه ذاتها بلغ المنتخب الياباني حقق بالنسخه الماضيه الدوره